لا نتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير معكم واحد الشوربه ديال الايلان، كتجي لذيذه لذيذه بزاف، والنيت ديال هاد البرد هذا. الوغ اللي عندي، بسم الله، عندي هاد شويه ديال المارغارين، شويه غير باش نشحر البصله باش نختصر، عم نهضر ونخدم. عندي هنا شويه ديال البصله مقطع على الطريفات، قطع كيف ما بغيتي ولكن من الاحسن تكون هكا صغيره. عندي هاد القريعه هكا مقطعه، هادي بتي كوب شويه صغير، وراه ما خصكش تكون زعما الشربه، خصها الخضره تكون ديال الخضره ديالها تكون رقيق بزاف. هادشي اللي زعما اللي قديت عليها، ما ممكن نقطعها صغر من هكايا. شويه ديال الخيزو حتى هو مقطع بحال الشكل ديال القرعه، ما خصش يتقطع صغير شي كبير شي، خص يعني يكون كلهم طريفات. انا هاد الخضره هي اللي عجبتني باش نديرها مع ايلان، من الاحسن ما تكثرش فيها الخضره غير شويه. الوغ معلقه ما كنتمنهمش، ما كاينش بحال المغارف ديال الخشب، ولا غندير هاد البصيله ديال الشحر هي الاولى. الوغ ندير لها الملحه باش تطيح دغيا، ما الا ما درتي لها والو الا بقات شويه الملحه غتقد. مازال غندير واحد البويون، واحد المكعب ديال انا كنستعمل كنور ديال الدجاج مره ماشي ديما، بالاخص في لي سوب والسوا لابد شي بويون فن، حيت ما يعني لما بزرتيش عليه كتجي هادي كتجي صوبه باسله، سكت بزرع عليها شويه. راه غنخلي هاد البصله هادي تطيح ونعاودو نتلاقاو باش نكملو. نشوف هاد البصله فين شنو صرا فيها، طلقات لما بزاف على عين. انا غادي ليها غير تطيح، حيت الا درتيها من هنا هذا كتبقى باينه، ولكن ملي كتشحر هكا في الاول كتذوب. انا بغيت ديك الشوربه تجي مغاريه ومقاده، غادي نكتف انا غير بهاد الخضيره هادي. ممكن تزيدي شويه ديال الجلبانه الا بغيتي، ممكن تزيدي شويه ديال البطاطا، ولكن انا بغيت يجي تجي هاد الصوبه يعني فيها ثلاثه ديال الحاجات صافي بارك. فوالا صراحه هاد الصوبه هادي ديال هاد البرد هذا. صافي خليها غير تنسجم شويه، غادي نزيد شويه ديال البزار غير شويه، حيت واحد البنيه صغيره غتاكل من هنايا غير شويه ديال البزار، شويه راس المعلقه. صان هذا البزار اخر مره شريته حار. فوالا عندي هنايا ايلان كنت اخر مره شريت كيلو ونص، رخيص بزاف حيت الناس ما عارفينش قيمته في الحقيقه. كنت شريت كيلو ونص نقيته وترطب الليله كامله، من بعد صفيته ودرته في الكونجيلاتور. كل مره ملي كنبغي نخدم به شي حاجه كنلقاه واجد، حيت ما يمكنلكش تسنيه وما عنده حتى شي طريقه اخرى باش يرطب من غير هذه، يعني خصو يبقى 24 ساعه باش كيرطب. المهم كرطب بحالو بحال اللوبيا بحال الحمص بحال كلشي كاع المسائل اللي كنرطبو. الو درتو في الكونجيلاتور، كل مره ملي كنبغي شي حاجه كنجبدو، وملي قرب يسالي عاوتاني نشري واحد اخر. هذا ما كان نزيد هاد الايلان هنا، كياخد شويه ديال الوقت في الطياب، يعني نقص عليه العافيه ونخليه يطيب. وغادي نزيد هاد البويون هذا واحد الكفاية، من الاحسن يكون ديال الدجاج، اما الاخرين تيكون عندهم ديما في اي حاجه درتي الاخرين كيكون ملي كتكوني تاكلي الحاجه بالنسبه اللي كيعرفي طيب زعما، وهذا كتعرف باللي مديور تمايا كيكون واحد لاغياغ وما كيكونش. المهم ما كيعجبنيش انايا، هذا غير رايي انا، كيعجبني هذا ما كيخلي حتى طيبه، كاينه البنائيه ولكن ما كتلقايش شي طيبه اخرى. وغادي نزيد واحد المعلقه ديال مطيشه الحب،
ندير نيشان بلا ما ندوبها في الماء، مازال غادي تغلي وتعاود وغادي هادشي كله غيتحيد. فوالا صافي، غادي نمرقها بالماء ونسد عليها ونخليها طيب واحد شويه، والقزبر حتى الاخر. صافي غير القزبر اللي غندير فيه، ما غندير لا كرافس لا والو. هيا سخنت الماء باش نختصر شويه، غندير واحد الوريقه ديال الرند حتى هي كتعطي فيه البنه زوينه، وخصنا ندوق الملح في الاول باش ما يطيبش باسل، حيت الحاجه سبحان الله العظيم ملي كطيب باسله كتعيا يتبزري فيها في الاخر وما كتجيش مزيانه. من الاحسن تطيب موازنه، لا في العطريه ولا في الملحه ولا في كل شيء. فوالا دابا غادي شنو قلت غنزيد شويه ديال واحد الوريقه ديال الرند، ورقه الرند او ورقه موسى وكل واحد شنو كيقول ليها. انا درت جوجات حيت صغار، صافي غنسد عليها ونخليها طيب واحد شويه، وملي نبغي ندير القزبره نتوما معايا. فوالا من بعد ما طابت كتجي مغاليه. فوالا من بعد ما طاب هذا الا هذا غنزيد دابا القزبر، نزيد دابا شويه ديال القزبر، شويه ديال زيت العود هي اللي صالحه في هذا البلد. نشوف انا كندير كل شيء، يعني مثلا غنزيد غير واحد المغيزه وصافي. دابا غنزيد شويه ديال زيت العود، غير شويه نقيطه صافي، غتطلع فيها الغليه وتعاود وغادي نطفي عليها. سبحان الله العظيم حتى حاجه ما كتجي جديده بلا هاد زيت العود هادي في الاخر.